هجوم على نيمار من لاعب الهلال السعودي الشمراني بعد مباراته في دوري أبطال أسيا، وبعد التعادل المخيب للهلال السعودي في أولى مبارياته في مجموعات دوري أبطال أسيا. ومش بس كده، يعني نيمار ما تعرضش بس من الشمراني، لا، بعض الجماهير وصفته أنه عالى على الفريق، والبعض الآخر قال أنه جاي يتفسح ومش في دماغه أنه يلعب بعد الحركة اللي عملها مع لاعب في المباراة وكان ممكن ينطرد بسببها. جوه الحلقة هنتكلم عن نيمار وهجوم عن نيمار وحصاد الفرق السعودية في دوري أبطال أسيا للأندية. لايكك الجميل وشيرك الجميل ورأيك في الكومنتات يهمني، وقبل كل ده طبعا نصلي على حبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيلا بينا نبدأ الكلام، يلا بينا. بداية زي ما قلت لك، الشمراني نشر فيديو ووصف نيمار انه عالى على الفريق، وان نيمار ما هوش جاي، مش في دماغه، مش جاي عشان يلعب، نيمار جاي يتفسح وهو شايفه من وجهة نظره عالى على الفريق. وبالفعل بعض الجماهير الهلال ناس هجمته وناس دفعت عنه كالعادة، يعني في اي حتة بتلاقي ناس بتحب لعيب وناس بتهاجم لعيب، لكن في ناس شايفة ان هو اللي عمله في المباراة ما كانش ينفع انه يتعمل، وانه جاي يتمشى وجاي يهزر ومش في دماغه الفريق. خليني اقولك ان نيمار لعيب كبير ولعيب عالمي يتمنى اي فريق، ولكن نيمار مزاجي شوية. نيمار موهبته اللي عنده دي كان المفروض يبقى يعني على الاقل واخد 2 كرة ذهبية، ولكن برضو زي ما قلت لك عقلية نيمار مش العقلية زي ميسي وزي رونالدو، لا، هو لعيب هوائي ولعيب زي ما بنقول كده بيلعب كرة الشوارع، ولعيب ما بيفكرش قوي في الالتزام اكتر ما بيفكر انه هو عايز يمتع نفسه ويبين للجمهور بعض مهاراته. ولكن في الاخر لو تم استغلال نيمار فنيمار لعيب كبير. شفناه في اول مباراة مع الهلال نزل عمل 2 اسيست كده وهو في اول مباراة ولسه ما اندمجش مع الفريق. بس الشاهد من الامر هتلاقي ناس هتنتقد نيمار زي ما ناس بتنتقد كريستيانو رونالدو وتنتقد ميسي، وناس هتشكر فيه لان نيمار شئنا ام ابينا موهبة كبيرة، ولكن لازم المدرب هو اللي يتحكم في نيمار. نيمار لو ما لقاش ردة فعل قوية من المدرب على فعل زي اللي عمله كان ممكن ينطرد بسببه والهلال يخسر المباراة، لازم يتعاقب، وده هيكون قرصة ودن لنيمار. نيجي لحصاد الفرق السعودية. طبعا الهلال من الكلام انه تعادل في المباراة، عشان كده الجمهور زعلان في بداية لقاءاته في كأس أسيا للأندية، واتعادل 1-1 طبعا مع وجود متروفيتش ونيمار وروبن نيفيز ولاعيبة كتير، الانتدابات القوية طبعا نتيجة ضعيفة والنتيجة لا تليق ومش متقبلها جمهور الهلال، وعندهم حق. ازاي اعمل اصرف الفلوس دي كلها واعمل الانتدابات دي كلها بملايين الملايين وفي الاخر اتعادل مع فرقة من مصنفة اوزبكستان ولا فرقة ما حدش يعرفها ولا يسمع عنها، يعني مش الفرق القوية، فالجمهور حقه انه يزعل. نيجي لاتحاد جدة. اتحاد جدة اللي بدوره كسب 3-0 وبداية قوية لاتحاد جدة في دوري ابطال اسيا الاندية، قدر يكسب 3-0 ونتيجة منطقية ونتيجة كبيرة ومنطقية لحجم الانتدابات برضو، ان معاك فريق يعني يضم كانتي ويضم فابينيو، موجود برضو رومارينيو، موجود لعيبة وكريم بنزيما، فطبيعي ان فريق زي اتحاد جدة هو اللي يكسب. فجمهور اتحاد جدة زي ما قلت لك كانش راضي قوي على الانتدابات وكان عايز اسماء قوية، ولغاية اخر ساعة في الانتدابات كانوا بيطلبوا من محمد صلاح، ولكن الصفقة ما تمتش. مبروك لجمهور الاتحاد. بدوره امبارح النصر كان بيلعب، قدر النصر انه يكسب خارج ارضه 2-0، كان بيلعب في ايران وقدر يكسب 2-0. وزي ما قلت لك النصر فرقة قوية في وجود رونالدو، في وجود ماني، في وجود اوتافيو، في وجود عبد الله غريب، في وجود بروزوفيتش،
لابورت في الدفاع. فالصراحة من وجهة نظري النصر فرقة قوية، يعني رونالدو ما سجلش امبارح، عبد الرحمن غريب وهدف عالمي من الباك الشمال للنصر امبارح، هدف عالمي في الضيقة. زي ما قلت لك في حلول عند النصر، وعندهم خماسي كده من نص الملعب للهجوم، خماسي ناري. فقدر النصر انه يكسب في ايران 2-0 في افتتاح مبارياته في دوري المجموعات. كده ثلاث فرق اثنين حققوا انتصارات. الهلال المفروض انه اقوى انتدابات السيزون ده ما بين الانديه السعوديه، ورابع اكتر او تاني اكتر فرقه صرفت في الانتدابات اللي فاتت في العالم. فازاي جمهورها زعلان وزعلان قوي ان دي تبقى النتيجة في برضو فرقة متواضعة انك تتعادل 1-1. بالتوفيق للفرق السعودية في المباريات القادمة. قولوا رأيكم في الكومنتات. كده انا بكون وصلت معاكم لنهاية الحصاد وكلامنا عن الهجوم عن نيمار. قولي رأيك برضو انت شايف الهجوم ده بدري عليه، لان دي تاني مباراة لنيمار، فصعب ان نحكم عليه بدري قوي قوي كده زي ما الجمهور زعلان. لايك وشير وسلام.